أنفاق غزة مدينة أسفل مدينة. أعتقد لو خيرت إسرائيل بين إن هي تسترد الأسرى وبين إن هي تتخلص من الأنفاق، هيكون اختيارها غير المعلن الأنفاق. وده اللي خلاهم يستخدموا أكتر من 30 طن من المواد المتفجرة لتدمير مسار نفق بيمتد لمسافة 2.5 كيلومتر، واحد من أنفاق منظومة تحت الأرضية الممتدة من شمال غزة لجنوبها، واللي تسببت في كتير من الأضرار للجيش الإسرائيلي. الفيديو عرضه أفيخاي أدرعي المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي باعتباره واحد من الإنجازات القوية لجيشه، وده كان مخالف تماماً للتعليقات اللي كانت موجودة على الخبر. مثلاً إياد تهكم على الخبر وقال بكل بساطة فاضل 500 إلا 2.5. كمان كان في حساب تاني باسم محمد كان كتب وقال كيف نفق طوله 2.5 كيلومتر من شمال القطاع إلى جنوب، وطول القطاع بيصل إلى 45 كيلومتر. هذا النفق يمكن في حارة منزلكم.